السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مرحبا بكم، كيفكم؟ كيف الصحة؟ إن شاء الله تكونوا بخير. اليوم معنا طريقة تثبيت وإزالة العلامة المائية اللي في المورة 9. ندخل على الرابط اللي راح أضيف لكم إياه بالوصف، راح أضيف جميع الروابط بالوصف. هذا رابط تثبيت المورة. طبعا انا محمله، بس راح اضغط سيف. انا محمله على النبي. بعد ما حملناه وموجود عندي كمان، نضغط تثبيت. طبعا انا مثبته، بس راح اعيد تثبيته لاجل ازالة العلامة المائية. تشوفوا كيف الطريقة. راح نشغل برنامج. هلا بيقول لي شكرا لتثبيتك على المحية. نيو بروجكت. طيب هون راح نروح على المساعدة، بالعربي المساعدة. اوفلاين اكتيفيشن. اخذ الايميل تلقائي. طيب مو مشكلة، انا مثبته قبل هالمرة فاخذ الايميل تلقائي. انت راح تاخذ الايميل هذا نسخ وتضيفه هون. هذا هو ليكم. تاخذ الرمز التفعيل كمان نسخ وتضيفه. بعدها شو راح تعمل؟ راح تعمل قبل ما تضغط التفعيل، راح تعمل اغلاق للشبكة مثل ما انا شايف شو عملت. هون بتضغط تفعيل، راح تطلع لك هون انه التفعيل. تعطيه تفعيل بيشتغل برنامج نظامي. بعدها شغل الشبكة واشتغل عليه نظامي، راح يشتغل معك بدون اي مشاكل. ما